أما الآن فينضم إلينا من بيروت الدكتور جهاد الحكيم الأكاديمي والخبير الاقتصادي. دكتور أهلا بك على شاشة الغد. في البداية أريد أن أعرف ما مدى أهمية هذه المؤسسات، مؤسسات القرض الحسن التابعة لحزب الله، أهميتها الاقتصادية للحزب؟ شكرا للاستضافة. هي بمثابة المصرف المركزي للحزب، وبالتالي هي المؤسسة، هي تشكل الشريان أو العصب الأساسي من ناحية التمويل. وبالتالي نعرف أن العصب السياسي وعصب الاستمرار هو المال، وبالتالي ضرب المال وهو الشريان الأساسي سيؤثر على كل المؤسسات، لأنه بغياب المال لا يمكن أن تستمر. هو بنهاية المطاف المال هو كالدم في الشرايين، عندما تقطع الشريان فعندها يموت الجسم ويتوقف القلب عن النبض. وبالتالي نعرف كل الحروب منذ فجر التاريخ كانت حروب اقتصادية ومرتبطة بالمال، لذلك كما قلت هو بمثابة المصرف المركزي بالنسبة لي، و لديه أهمية استراتيجية من أجل الاستمرار. نعم، طيب، ولكن يقال أن هذه المباني التابعة لمؤسسات القرض الحسن قد تم إخلاؤها دكتور جهاد بالفعل. لا نعرف في إذا تم ضرب سابقا أموال أو ذهب كان متواجد، لأنه لا نعرف، هنالك ضبابية كبيرة عن بالنسبة لهذا الموضوع، لأنه لا نعرف بالسابق هل تم تفريغ هذه المباني اليوم من الأموال المتبقية، يمكن، لكن هل تم تلف ملايين أو مليارات من الدولارات والذهب؟ لا أحد يعرف، لأنه بنهاية وربما هنا وجب السؤال حول التداعيات إذا لم يتم إخلاء هكذا مباني، خاصة أن هذه المباني وهذه المؤسسة، مؤسسة القرض الحسن، كما ذكرتم أنها تعتبر المصرف المركزي لحزب الله. نعم، ويجب أن نعرف أنها غير مرخصة من مصرف لبنان، وبالتالي هي لا تخضع لرقابة الرقابة التي تخضع كانت التي كانت وما زالت تخضع لها المصارف التجارية في لبنان. وبالتالي مؤسسة أو جمعية قرض الحسن هي، إذا صح التعبير، كان لديها رواج كبير بعد انهيار القطاع المصرفي اللبناني الرسمي، وبالتالي بعد أن نشط ما يسمى بالاقتصاد الموازي أو الاقتصاد النقدي في لبنان، وكما نعرف أن الاقتصاد النقدي هو مرادف لتبييض الأموال وللفقر، وبعد أن خسر أغلبية الشعب اللبناني قد فقد ثقته بالقطاع المصرفي اللبناني، فنشط نشاط وعمليات جمعية قرض الحسن. وبالتالي كوننا في لبنان في اقتصاد موازي أو الاقتصاد النقدي، فيصعب تتبع مصادر هذه الأموال وأين تذهب هذه الأموال. فحتى يعني تقصد حضرتك دكتور جهاد أن هنالك إناس أو ناس إن صح التعبير وأشخاص في لبنان يعتمدون، غير تابعين طبعا للحزب، يعتمدون على هذه المؤسسات اليوم بعد انهيار القطاع المصرفي اللبناني؟ توسع نشاط جمعية قرض الحسن وأصبح يشمل أيضا بعض الناس غير تابعين للحزب، لأن كما قلت كان الطبيعة تكره الفراغ، وكان العديد من الناس بحالة عوز، وما تيسر من مصادر أموال البعض لجأ للعديد من المصادر وضمنها هذه الجمعية، لكن هذا لا يعني أن الأغلبية الساحقة من الشعب اللبناني، أنا أتكلم أن توسع نشاط هذه الجمعية. طيب. وربما هذا يقودنا دكتور جهاد، لأنه أنت حضرتك ذكرت نقطة مهمة أنه أصبح يوازي المصرف المركزي اللبناني، هذه المؤسسة توازي المصرف المركزي اللبناني، إذن لا أريد أن
لا أريد أن أقول أنها توازي، هي المصرف المركزي بالنسبة للحزب. طيب، هل هنالك أضرار سوف تعود على الدولة اللبنانية نفسها؟ الدولة اللبنانية هي منفصلة عن هذا الموضوع، لأن كما لا قلت أن علاقة. جمعية مصر الحسن غير مرخصة من قبل مصرف لبنان، ولا تخضع لأجهزة الرقابة التابعة لمصرف لبنان والدولة، وبالتالي هي تعمل على حسابها ودون أي رقابة. نعم. سيكون هنالك ربما خسائر كبيرة للمواطنين الذين يتعاملون، أم لديهم أرصدة، أم لديهم ودائع، أم لديهم ذهب. مفهوم. نعم. نعم. طيب، هذا على صعيد المواطنين، ولكن إذا ما تحدثنا حول الأضرار التي قد تلاحق الحزب اقتصاديا جراء هكذا ضربات دكتور جهاد. الخسائر ستكون جسيمة كما قلت، إنه الكيان الأساسي والمصدر الأساسي للتمويل، تمويل كل المشاريع ليس فقط الأفراد المرتبطين بالحزب. نعم، أشكرك شكرا جزيلا لك دكتور جهاد الحكيم الأكاديمي والخبير الاقتصادي، كنت معنا من بيروت. شكرا.